بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل من أحد موجود؟ دكتور هلو. الحمد لله. الصوت واضح؟ واضح، الصورة ظاهرة؟ الصورة ظاهرة كمان. طيب، بالنسبة للامتحان النصفي، احنا لغاية الآن ما أجانا شيء رسمي بالنسبة لمادتنا، لأنه احنا للأسف قالوا لنا ما راح تمتحنوا محوسب، لكن قدمنا استدعاء ونستنى الرد من الإدارة. طبعا احنا المادة هذه أنا محوسبها من قبل الكورونا ب4 سنين، يعني أنا بعمل امتحانات محوسبة واحنا بنعلم الجامعة على الامتحانات المحوسبة. للأسف الآن بقول لك أنت بيطلع لك ايش تعمل امتحانات محوسبة. على كل، احنا ان شاء الله بنعلن لكم عن طبيعة الامتحان وطريقته واماكنه لما بيجينا الرد. بالنسبة للمحاضرات برمضان، اكيد اجاكم اعلان او بتعرفوا كيف صارت المحاضرات. هلو يا دكتور، هاي صارت 40 المحاضرة دقيقة. الساعة 4 متى صارت؟ حضرت الساعة 4 هاي متى صارت؟ هلو، العشرة كأنه، لا معقولة، من 4 مساء للعشر الصبح، للعشرة مساء قصدك؟ 10 مساء. متأكد؟ أنا بعرفش لسه ما صراحة، شفت. مانيش ذاكر. مين شاف الإعلانات يا شباب؟ ما حدا شاف الإعلانات؟ لا حول ولا قوة إلا دكتور، هاي بالله. الإعلان محضر الساعة 4، بتصير الساعة 2 الظهر. الساعة 2، وقديش بتصير مدتها؟ 40 دقيقة. 40 دقيقة. طيب، إذا احنا محاضرة الساعة 6، بالله يشوف لي إياها، بتصير الساعة 3:30 نعم، لـ4:10. 3:30 ل 4:10. أشكرك أشكرك دكتور، بخصوص الامتحان الكل حضل الكل سب. دوائر نعم ولا شو؟ دكتور، بخصوص الامتحان حضل دوائر ولا حيصير أسي؟ والله، يعني إذا الامتحان صار كتابي ممكن يجي أسي، ممكن يجي ممكن. بعض الأسئلة أسي، لكن في ضوء الأعداد الكبيرة الموجودة على الأغلب معظمه راح يكون يعني املأ الفراغ، صح أو خطأ، اختر الإجابة الصحيحة، اعمل ماتش. يعني أنا عندي أسئلة أشكال ألوان. نعم دكتور، مشكور. يا هلا. دكتور طيب، يعطيك العافية. الله يعافيك، دكتور، أنا تفضل. بالجامعة وتليفوني ما فيهوش الشحن، تسمح لي أغادر المحاضرة؟ غادر يا سيدي، غادر. يعطيك العافية دكتور. والسلامة. طيب، وقفنا في الحصة الماضية على استخدام الكي مابس لتبسيط 5 variables و 6 variables. طبعا قلنا الكتاب ما فيهوش 6 variables، لكن أنا زيادة مني أعطيتكم 6 variables، وشرحت لكم أيضا كيف بنبسط الفانكشن لبرودكت اوف سم، لكن بنرد نعيده هون مرة ثانية. عشان تبسط الفانكشن as a product of sum، يفضل انك تحصل على f prime as sum of product. يعني يفضل اني اجي اعمل ال f prime بتجميع الزيروز as sum of products، وبعدين اعمل كومبلمنت للاف برايم. فلما بعمل كومبلمنت للاف برايم برجع للاف، بس لما بتعمل لسم اوف برودكت كومبلمنت بتيجي بتحصل على برودكت اوف سمز، وهكذا بنكون حصلنا على الفانكشن as product of sum. خلينا ناخذ مثال بوضح الامور احسن. هنا هذا مثال عندي، خلينا نشوف كيف بنعمل. طلب مني بسط الفانكشن as product of sum. اوكي، اول شو طالبه في الواقع على الجهتين، قال لي انطاك الاف وقال لك سمبليفاي الاف مره از سم اوف برودكت ومره از برودكت اوف سم.
لا، الطريقة الأولى بتعرفوها عن طريق تجميع الونز والنظر إذا في عندي إسنشلز أو ما فيش عندي إسنشلز. فتجميع الونز بدك أكبر عدد من الونز، مثلا عندي هذا الحد وهذا الحد، هاي مجموعة عند القرن، مجموعة، وعندي هذول الاثنين مجموعة. في غير هيك؟ هلو هلو. طيب مين بيعرف لي إذا في عندي إشي مش إسنشل؟ طبعا هذول شو بعطوني؟ بعطوني 3 variables اللي هم هذول، شو بعطوني؟ بعطوني C prime A prime D. A prime أول إشي، C prime D. A prime C prime D. إذن هذول الاثنين اللي عندي هون. القرن، القرن D prime و B prime. B prime D prime. طيب four. ظل عندي الأربعة هذول، شو بعطوني؟ C prime B prime. B prime C prime. إذن هذا شكل ال F as sum of product. طيب B prime B prime وال B prime C prime وال A prime C prime D. الآن علشان أبسط الفانكشن as product of sum بجمع الزيروز، باجي بقول أوكي. أنا لا، إذا بجمع الزيروز في عندي هذول الأربعة، هذا منطيني الـ F prime بس as sum of product. شو بعطيني هذا الحد؟ CD. بعطيني CD. ممتاز. في عندي الأربعة هذول وفي عندي، انتبهوا علي، وفي عندي الأربعة هذول وفي عندي الأربعة هذول، مين فيهم إسنشل؟ مين فيهم إسنشل؟ طلع على هذا الصفر، هذا الصفر هل في طريقة إني أجمعه إلا بهالطريقة هاي؟ لا. إذن هذا الحد إسنشل برايم إبليكت اللي هو بي أي أو أي بي، هذا حد، هاي أول حد. هذا الزيرو ما لهوش طريقة تجميع إلا بالمجموعة هاي. إذا المجموعة هاي is essential. شو بتعطيني؟ اللي هي CD. طيب الآن بالنسبة للزيروز اللي بقيت عندي، صفر اللي هون والصفر اللي هون، ممكن أجمعهم هيك، ممكن أجمعهم هيك، لكن أنا عندي هذا الزيرو ما فيش طريقة لتجمعه إلا بهاي الطريقة. إذا صار بالنسبة لنا هذا essential اللي هو B D prime. اللي فاتح ميكروفونه يا شباب لو سمحتوا شكروا، إلا لما بسأل، إذا بدي أسأل بقولكم سؤال واللي بيحب يجاوب يجاوب ساعتها. إذا هذا الحد is essential لأنه هذا الصفر اللي هون ما فيش طريقة اللي أجمعه هيك، اللي هو بيعطيني B D prime. إذا هذا هو ال F prime. أوكي، وكل هذول essential، ولما حطيت ال essentials غطوا جميع الزيروز، وبالتالي مش فيش حاجة إني أحط أي prime implicant آخر. أوكي هيا طلعي يا بنيتي يا بنتي، سكر الميكروفون لو سمحتي. طيب اذا حصلنا على الاف برايم، عشان نحصل على الاف از برودكت اوف سم بنعمل كومبلمنت لها وكومبلمنت الحد هذا. فهذا لما تعمل له كومبلمنت، الاي والبي بصيروا اي برايم اور بي برايم، السي والدي بصيروا سي برايم اور دي برايم، والبي دي برايم بصير بي برايم اور دي. دكتور لو سمحت اعمل في ازعاج. انا عارف انه في ازعاج، انا بقى مش قادر هسه، بدي اشوف مين المزعج واطلعه من المحاضره، شو بدي اساوي يعني؟ انا عندي مرتب طبي والله انه بجنن سبني مستر يا دانيا. لا 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 ما في لون ولا طعم. دانيا ابو عمر ابو عامر
يا دانيا. يا دانيا سمعتيني؟ سكرت دكتور. نعم سكرت المايك من عندها. أنا كنت راح أسكر عليها لو أنها ما سكرتش. على كل خير إن شاء الله. طيب نرجع للمحاضرة مرة ثانية. انتبهوا يا شباب لما تخشوا على المحاضرة، يعني حاولوا يعني أنكم ما تفتح الميكروفات. أنا عادة عامل سيتنج للبرنامج إنه كل الكل يكون ميوتد، يعني يكون ما حدش فاتح ميكروفونه، لكن شكله في ناس بتفتح بدون ما تنتبه. إذن هذه هي الطريقة الأسلم للحصول على F as product of sum. في الأول بتحصل على F prime as sum of a product. So this is sum of a product. ثم بتعمل complement F prime عشان تحصل على F، وبتعمل complement expression تبع sum of product، لأنه sum of product إذا بتعمل له complement بصير product of sum، والعكس صحيح. إذا في عندك expression product of sum وبتعمل له complement بصير sum of product. واضح يا شباب الطريقة؟ تمام دكتور. هذا عنده أي سؤال؟ إحنا طبعا بنعيد هذا الموضوع حعملناه يعني قبل هيك، يعني حكيت عن اللي كيف أحسب الفانكشن as product of sum. طيب أوكي. الآن نفس الفانكشن شفتوا كيف له طريقتين للحل. طريقة باستخدام sum of product، عندي ands وعندي ors، وطريقة as a product of sums. product of sums هذول بنسميهم احنا sums، لانه الاور جيتس نستخدم اشارة الجمع للاور اوبريشن، وبالتالي سميناه هذا sum، وهذا سميناه product لانه الاند استعرنا من الضرب العادي اشارة الاند، اشارة الضرب حتى نشير للبرودكت او للاند. فهذا عبارة عن product of sums، هذول كل واحد منهم عبارة عن sum، وهذا product of sum، وهذا عبارة عن sum of products. And this is a two-level implementation. إذا افترضنا أنه الـ complements موجودة، افترضنا أن الـ B prime موجود والـ D prime موجود إلى آخره. لكن إذا الـ complements مش موجودة، أنا مضطر أحط inverter. في الحالة هاي بصير كل function بده على الأقل ثلاثة levels إذا اضطريت أحصل على الكومبلمنت. واضح يا شباب؟ هلو. واضح دكتور. هذا عنده أي سؤال؟ الله. طيب لنأخذ الأمثلة التالية. أوكي. consider the function defined in the table. في عنده هنا f of x sum of min ter، نقول لا sum of min ter بشوف متى الفانكشن بيساوي واحد. فهذا عند الام 1 وعند الام 3 وعند الام 4 وعند الام 6، عشان هيك بنقول 1 3 4 and 6 as sum. واذا بدك product of max terms بتاخذ الزيروز، فبتكون الارقام المتبقيه، أرقام المتبقية راح تكون 0 و2 و5 و7. هذا إذا بدك الـ F as product of sums. في الواقع هنا هذا يعني فيها خطأ، هاي هذا نفس الـ F، هذه غلط يا شباب، هذه خطأ، شيلوها من عندكم. أوكي هلو. تمام دكتور. أوكي إذا بدك تخليها F بدك تخليها صم هيك، إذا بدك تخليها F برايم بتخليها صم. أوكي إذن فهذه خطأ من المؤلف، يا إما خطأ البرايم اللي هون يا إما خطأ الإشارة. إذا خليت البرايم بحط صم، وإذا شلت البرايم بخليها بروتكت. فالفانكشن يعبر عنه بطريقتين، إما as sum of min terms وإما as a product of max terms. الmax terms أرقامهم هي الأرقام المكملة للmin terms. إحنا عندنا ثلاثة متغيرات، ففي عندي من الأرقام من صفر إلى سبعة، هذول أرقام المin terms، الأرقام المتبقية تمثل الmax terms. واضح يا شباب؟
حلو. واضح دكتور، واضح. طبعا اذا حبيت تعبر عن الفانكشن as product of sums بتروح بتعمل كي ماب، نشوف اذا كانوا عاملها على السلايد الثاني. اوكي اوكي، هنا ال M1 M3 M4 و M6، احنا شو كان عندي هون هياته M1 M3 M4 M6، هذا ال F as sum of min terms و as a product of max terms بتاخذ الاصفار. اوكي، فبكون عندك ال F prime او ال F عفوا يساوي ال product of 0 2 5 and 7. طبعا هون في عندي صفر ناسي ما يحطوه. الان اذا بدك تعبر عن function as sum of min as sum of product بتجمع الونز. هذا بنطيني x prime z هو له الحد الاول. هنا بس نشطب هاي هون، والون هذا مع الون هذا بيعطيني z prime x او x z prime x z prime. اذا هذا للحد اللي هون وهذا للحد اللي هون، فهذا الفانكشن as sum of product. الان as a product of sum بتيجي بتعمل ال f prime، بتقول ال f prime يساوي تجميع الزيروز. لما تيجي تجمع الزيروز عند الصفر هذا مع الصفر هذا شو بيعطيني؟ شو بيعطيني يا شباب؟ x prime z prime z prime z برايم. طيب بعدين اور نيجي نجمع الاصفار اثنين اللي هون اكس زد اكس زد اكس زد. اذا هذا اف برايم، اذا اف هو الكومبلمنت لهذا. اعمل كومبلمنت هون واعمل كومبلمنت هون، شو بصير عندك؟ الحد الاول بصير اكس اور زد، والحد الثاني بصير اكس برايم اور زد برايم. واضح يا شباب؟ واضح دكتور. طبعا السلايد اللي قبله اظن انه الاف كان معبر عنه as a product of sum. ايوه هاي الاف، يعني السلايدات مرات مش مرتبه بشكل كويس للاسف، انا الحق علي كان لازم ظبطتهم. على كل الكبر عبر الواحد صار شوي كسول بهاي الامور، بس أنا بنبه، يعني أنا بطلع من خطيتك وبنبه كل الأخطاء الموجودة. كما قلنا هذا اللي هون خطأ، مرة أخيرة بنبه، هذه شلوها، هاي شلوها منهم. أوكي يا شباب؟ أوكي دكتور. نعم دكتور. طيب الآن نيجي لموضوع اسمه الـ Don't Care Conditions. Don't care conditions هي احتمالات الانبوتس التي لا تحدث. شو معنى هذا الكلام؟ مثلا انا في عندي x y z متغيرات ثلاثه لفانكشن، هذول لهم فعليا ثلاثه اثنين قوه ثلاث من الاحتمالات، من 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 و 1 1 1. الان بشكل عام الاحتمالات هاي كلها واردة إنها تحدث، لكن أحياناً ولظروف معينة في بعض التطبيقات نيجي بنلاقي مثلاً احتمال معين لا يحدث. مثلاً هذا الاحتمال بقول لك هذا مستحيل إنه يحدث، مستحيل حدوثه. هذا الاحتمال مثلاً مستحيل حدوثه. بقول لك هذه الحاجات المستحيل حدوثها بنسميها don't care conditions. don't care conditions. الآن كيف نعاملها بالماب؟ بالماب أينما ظهر عندي don't care conditions بحط محله x، مثلا عند السبعة وعند الثلاثة بحط محلهم x. والله الفانكشن تبعي مثلا هنا 1 هنا 0 هنا 1 هنا 1 هنا 1 هنا 0، بحط الباقيات مثل ما هن، 1 مثلا 0 1 الأربعة 1 الخمسة 1 مثلا الستة 0. اوكي،
عند التبسيط أجري ما يلي. إذا الإكس أو الدونت كير كونديشن بتساعدني بالتجميع بستخدمها. مثلا أنا عندي الآن التجميعات تبعتي هذول السنين ممكن يتجمع مع بعض، هذا الواحد ممكن يتجمع هيك، وهذا الواحد ممكن يتجمع هيك وهيك. فالحالة هاي أنا مش محتاج للدونت كير كونديشنز، يعني في هذا المثال اللي هون أنا مش بحاجة إليهم. لكن ممكن يجي واحد يقول لي أساس طيب أنا هل بصير أجمع هيك؟ بنقول له نعم، يجائز إنك تأخذ الواحد مع دونت كير كونديشن، بصير أجمع هذا التجميع بصير. فأنت الإكسات إذا بتساعدك في تبسيط الفانكشن بتستخدمها، ما بتساعدك بتستخدمهاش بالمرة ولا بتجيب الأسيري. واضح شو هي الدونت كير كونديشن يا شباب؟ واضح دكتور. طيب خليني أعطيكم مثال من الحياة العملية كيف ممكن يحصل عندي الدونت كير كونديشن. هذا مثال أنا دائما بجيبه حتى نوضح الأمور. تخيل في عندك أنت خزان العلوي في أي سطح لمنزل اللي بتحطه فيه مي 2 متر 4 متر اللي هو، وحبينا نعمل كنترول لمستوى الماء في هذا الخزان، وجينا حطينا سنسرات، حطينا سنسر سميناه سنسر الإكس يمثل الحد الأعلى اللي بدي إياه للمية، وحطينا سنسر آخر سميناه سنسر الواي يمثل الحد الأدنى للمية اللي بدي إياها. يعني المية بدي إياها دائما تروح ما بين النقطة هاي تكون أقل إشي عندي هون وأكثر إشي عندي هون. وبدي الخزان هذا أعمل له كنترول بحيث لما تنزل المية عن هذا المستوى يشتغل المضخة وتعبي مي، لما بيصل لهون يطفي الماتور. الآن لو أجينا على الاحتمالات تبعت الإكس الواي، ولنفترض إنه الحساس تبعنا لما بشوف المية X is equal to 1 when immersed in water، تبقى بتكون مغطي بالمي، والواي نفس الاشي X or Y، Y يساوي 0، الX والY يساوي 0 إذا not immersed، مش مغطس بالمي. واضح الفكرة يا شباب؟ هلو. طيب خلينا الآن نشوف احتمالات الإكس والواي. الاحتمال الأول المية تكون نازلة تحت المستوى تبعهم اثنين، بصير ولا بصيرش؟ بصير 2-0. يعني المية لما بتكون عند النقطة هاي هيك اثنيناتهم فش عليهم مية، شو بكونوا معطيني؟ صفر. أصفر. طيب شغلنا المضخة وارتفعت المي لهون، شو صار الإكس والواي؟ إكس صفر والواي زيرو ون. طيب ظلت المضخة شغالة توصل وصلة المي لهون، شو صاروا؟ ون. طيب احتمال الون زيرو ممكن؟ شو معنى ون زيرو؟ معنى ون زيرو إنه المي تكون مغطي الإكس مش مغطي الواي، هل هذا ممكن؟ مستحيل. هل ممكن مستحيل. انه المية تغطي الاكس وما تغطيش الواي؟ مستحيل. هذا اذا هذا الاحتمال مستحيل، وهذا هو الدونت كير كونديشنز. اذا هذا الاحتمال في شغلنا لما نيجي نعمل فانكشن ونصمم الدائرة هاي، هذا الاحتمال الاكس واي بنعامله از دونت كير كونديشن. واضح يا شباب شو هو الدونت كير؟ هو احتمال لا يحدث. اوكي وضحت الأمور. طيب لنأخذ المثال التالي لحال مسألة معينة، يقول لك إنه الفانكشن تبعي هاي المنتير تبعه وفي عندي الدونت كير كونديشنز الصفر والاثنين والخمسة. قال لك الصفر والاثنين والخمسة هاي احتمالات لا تحدث، اعمل لي سيمليفيكيشن لهذا الفانكشن. بنقول له أوكي. لما نيجي على الماب الدونت كير بنحطهم بزيروز، الفانكشن المنتير تبعته بنحطهم وانز، والزيروز البقية. الآن لما بنيجي بنجمع الونز، وإذا الإكسات بيساعدوا بنستخدمهم. يعني باجي بقول أوكي هل في عندي 8 ونز حتى لو في معهم إكسات؟ في 8 ونز أو في 4 ونز ومعهم 4 إكسات لا. مثلا لا. هل في؟ ما فيش. طيب أربعات، في عندي الأربعة هاي مزبوط؟ صح. هو أنا ما استفدناش من الإكسات في هذا التجميع، هذا شو بعطيني؟ وايزد
واي زد. طيب الآن نيجي على الواحد اللي هون. هذا الواحد اللي هون في عندي طريقة واحدة أو طريقتين علشان أشمله، إما بأخذه هيك أو بأخذه مع الواحد اللي جنبه أو بأخذه مع حذولة أحسن. الواحد اللي بجنبه يا شباب مش أبسط صورة، لأنه الإكسات هاي قلنا بتساعدني في التبسيط. إذا الأصل إني أخذنا ذول الإكسات، إذا بدي أجي أخذ الواحد هيك هيك أنا ما حصلت على أبسط صورة. الإكسات بيساعدوني أحصل على تعبير أفضل. إذا أنا ممكن أعبر عن التجميع الونز الون هذا إما بهذه الطريقة بكون استخدمت دونت كير واحدة، وإما بهذه الطريقة بكون استخدمت ثنتين. إذا أنا في عندي طريقتين الآن، إما أقول W برايم X برايم، وإما أقول Z W برايم W برايم W برايم Z. إذا واحدة من هذول الثنتين ممكن أستخدمها مع هذا الفانكشن. طيب هل ظل عندي ones لم تبسط؟ لا لا. إذا الفانكشن تبعنا إذا إله حلين، الفانكشن تبعنا F إله حلين، إما بقول y z or w prime x prime، واما بقول y z or w prime z. اوكي تمام. المؤلف شو اختار؟ هاي ال y z، واختار الحل الاول يعني اللي هو w prime x prime. في الواقع ال w prime x prime اللي هو هذا استخدم اكسات اثنين. أنا شخصياً بفضل أستخدم أقل عدد من الإكسس. أنا شخصياً بحب أستخدم هذا الحل، أوكي؟ لكن الحلين صحيحات. هو هيو حاطه هيو حالهم. أنا آسف، هو عامل الثنتين، هيو عامل الثنتين، عامل الحلين، أوكي؟ عامل الحلين. مرة عملها بالطريقة هاي ومرة عملها بالطريقة هاي. وضحت؟ إذن مرة عمل التجميع هيك وهيك، ومرة عملوا هيك وهيك، وهالجهتين أنا بهمني أجمع الونز، أنا بهمني الونز أشملهم كلياتهم. طيب هذا F as sum of a product، يعني هذا هون as sum of product، وأنا طبعا sum of min terms، هون sum of min terms. الآن لو قلت لك عبر لي عن F as a product of sum، بتقول لي عشان اعمل اف از برودكت اوف سم خليني اخذ الاف برايم في الاول از سم برودكت. لا، الاف برايم بدي اجمع الزيروز. الان لاحظ معي تجميع الزيروز، عندي ثلاث صور اللي هون بقدر اخذهم هيك مع هذول هيك، شو بعطوني؟ زد برايم. بعطوني زد برايم، ممتاز. هاي زد برايم. ضل عندي الصفر هذا والصفر هذا، كيف ممكن اخذهم؟ مع الاثنين اللي بجنبهم، أربعة مع الاثنين اللي بجنبهم، يس. أو مع فبصيروا هيك، هيك بصيروا. شو بعطوني؟ W Y prime. بعطوني W Y prime. W Y prime. إذا F شو يساوي؟ خذ الكومبلمنت. شو بصير عندك Z and it with W prime or Y. مزبوط؟ صحيح. طيب لو أيد قلت لك فك القوس هذا شو بصير عندي؟ هذا شكل product of sum، هذا شكل product of sum. لو فكيت القوس شو بصير؟ W prime Z or Y Z اللي هو هذا. مزبوط؟ مزبوط جميل. إذن هو نفس الفانكشن، أوكي؟ لكن مرة عبرنا عنه as sum product، ومرة عبرنا عنه as product of sum. طبعا اللي عنده هذا الشكل اوكي كان بامكانه يقول بطلع الزد عامل مشترك وبحصل على اكسبريشن للفانكشن از برودكت اوف سم، جائز. لكن مش دائما تكون بهذه البساطه، مش دائما تكون بهذه البساطه. في السيف سايد خليك دائما اشتغل مثل ما اشتغلنا، جمع زيروز تنطيني الاف برايم از سم اوف برودكت، اعمل كومبلمنت للطرفين بتحصل على الاف از برودكت اوف سم. اوكي يا شباب تمام واضح تمام. هذا عنده اي سؤال؟
طيب خلينا نيجي للناند والنور as universal gates. قديش الساعة الآن؟ طيب طيب 20 دقيقة. بدي أفتح على الوايت بورد ونشتغل شوية وايت بورد. هلو أعوذ بالله مش رغلي مش ماله. طيب من هنا أوكي خلينا نعمل شير للوايت بورد وانتبهوا لي كويس للموضوع اللي بنحكي فيه الآن. موضوعنا الآن عن النان والنور as universal gates. انتبهوا لي كويس. نأخذ باللون الأزرق. لو أجينا على NAND gate like this وأجينا على الانبوتس وربطناهم مع بعض وحطينا هون انبوت واحد سميناه X، شو الاوتبوت اللي راح يطلع عندي هون يا شباب؟ هون داخل عندي X وهون داخل عندي X، شو راح يصير؟ X ANDed with X الكل برايم، و X AND X احنا نعرف اي متغير معمول له ANDing مع نفسه بيعطي نفسه. اذا هذا شو بنطيني؟ بيعطيني X برايم. اذا هذا الشكل هو عبارة في الواقع عن مكافئ لنقط. واضح يا شباب؟ تمام واضح. طيب خلينا ناخذ الان الشكل التالي. NAND دخلنا عليها X وY فرح تطلع لي هنا X Y الكل برايم، ثم أجينا وحطيناها كإنبوت لناند جيت على شكل إنفيرتر. نقول شو قلنا؟ هذا إنفيرتر. إذا شو رح يطلع عندي هون؟ X Y X Y. إذا هذه الدائرة مكافئة لإيش؟ لأند. إذن 2 NAND gates بهذا الترتيب أصبحوا مكافئين لـ AND gate. حصلنا على NOT وحصلنا على AND. الآن نشوف آخر شكل عندي هنا X راح يطلع لي هذا X prime، وعندي Y راح يطلع لي Y prime. دخلهم على NAND gate، الاوتبوت راح يكون x or y x برايم anded with y برايم الكل ايش؟ كل برايم. طبق دي مورغانز ثيوريم، هذا شو راح يعطيني؟ x or y. اذا هذه الدائره مكافئه لايش؟ مكافئه لاور جيت. اذا الناند بهذه الترتيبات الثلاثة حصلنا على البيسك جيتس، حصلنا على النط، حصلنا على الاند، وحصلنا على الاور. Which means using NAND gates alone, using only NAND gates, we can build any function. لأنه نقدر نحصل على البيسك جيتس، لأنه أي function لا يعدو أن يكون sum of product أو product of sum من الاند والاور والنط. واضح يا شباب؟ تمام دكتور. وضحت معاك ليش الناند بنسميها يونيفرسال جيت؟ لانه ممكن استخدمها لوحدها وابني فيها اي فانكشن. اوكي هلو تمام دكتور. طيب تفضل. هلو. طيب في عندي شغلة ما نحكيها قبل على الناند بالنسبة قبل ما نروح على النور. الناند إلها شكل آخر يسمى الشكل المكافئ لها. الناند هذا الشكل الناند
إلى شكل آخر مكافئ لها نسميه invert OR اللي هو الشكل هذا OR input والinputs are inverted. ليش؟ لأنه لو أنت حاطط هنا X Y معناته هذا رح يعطيني X prime or Y prime، وأنت لو حاطط هنا X Y رح يعطيك X Y الكل prime، وإذا طبقت الدي مورغان ثيوريم رح يطلع X prime or Y prime نفس الشيء. إذا هذول الشكلين بنقول عنهم متكافئات، هذا عبارة عن ناند بس على شكل ما يسمى invert or، الانبوتس ار انفرتد تو ان اور جيت. هذول شكلين متكافئات، واضح يا شباب؟ حلو. اذا الناند لها شكلين، الشكل اللي احنا متعلمينه هذا الشكل، وهذا شكل جديد ايضا راح نصير نستخدمه، هذا برضو ناند. This is also another shape for the ناند gate. هسه بنقول لكم ليش راح نستخدمه. طيب نيجي مرة أخرى ونيجي على النور جيت. النور جيت لو أخذنا نور جيت وربطنا الانبوتس مع بعض وكان عندك X و Y، الاوتبوت اللي راح يطلع مع عندك هون هو ال X، عفوا مش X Y، X X راح يكون X or X الكل برايم، واللي راح يساوي X برايم لأنه X or X is X، X or X is equal to x. واضح؟ إذا هذا الشكل مكافئ لإيش؟ مكافئ لنط. إذا استطعنا باستخدام النور جيت أن نحصل على نط operation. طيب إذا أخذت النان النور عفوا وحطيت X و Y هون، هون راح تحصل على X or Y الكل برايم، دخلها على another نور على شكل نط، فالكمبلمنت هذا راح يروح، فها راح يعطيني X or Y، يعني هذا الشكل مكافئ لأور. إلى الآن حصلنا على الأور باستخدام two نور gates. الشكل الأخير إني أجيب ثلاثة نورز بهذا الترتيب X Y، هذا راح يعطيني X برايم وهذا راح يعطيني Y برايم، ثم ندخلهم على نور ثالثة وهذا راح يعطيني X برايم أورد مع Y برايم الكل برايم، طبق دي مورغان ثيوريم راح يعطيك X and Y. إذن هذا الشكل مكافئ لنا لاند جيت. إذن أيضا النور is a universal gate. النور is universal since we can build any function any function using only NOR gates. لأنه كما رأينا النور جيت بحصل من بحصل منها على البيسك جيتس، بحصل على النط وبحصل على الأور وبحصل على الآن، وهذول هم البيسك أوبريشنز في البوليان الجبرة. واضح دكتور؟ يعني شو بستفيد أنا لما أطلع جيت مكافئة من جيت ثاني؟ يعني عمليا بفرق معي؟ طبعا بفرق معنا. خلينا أقول لك ليش. خذ الدائرة الثانية، يعني تستعجلتوا احنا جايين الموضوع هذا، بس مش مشكلة على السريع بعطيها. لو واحد أنطاني function f is equal a b or c d، قلت لك ابني لي هذا الفانكشن، شو راح تساوي؟ بدي لي اوكي بدي أجيب AND gate أحط عليها الـ AB، وأجيب AND gate أخرى وأحط عليها الـ CD، بعدين بدي بعدين أورينج. كم من IC بدي أشتري من السوق؟ كم من IC بدي أشتري؟ بدي أشتري ثنتين، واحدة للـ AND واحدة للـ OR، لأنه هذول نوعين،
هذا نوع وهذا نوع ثاني. إذا راح أشتري 2 ICs. طيب الآن إذا وجينا وحطينا الإكوفلنت تبع باستخدام الناند جيتس، هاي شو الإكوفلنت أو النور جيتس؟ لو جينا يعني ممكن أجي أقول أوكي شو الإكوفلنت الآن، ممكن أجي أعمل الشكل هذا، أوكي أحط محله الشكل هذا. لكن الأفضل هنا إني أعمل الشكل تبع الناند. الآن لاحظوا معاي شو بدي أساوي. بدي أحط هنا بابل وبحط بابل إقبالها هون، وحط هنا بابل وحط بابل إقبالها. قبل شوي قلنا هذا الشكل اللي هنا اللي هو invert or قلنا هذا بيعطيني x prime or y prime اللي هو عبارة عن x y كل prime. إذن هذا الشكل مكافئ لنان. أوكي إذن هذه بتصير عندي نان. إذن دائرة تبعتنا قلبت إلى ثلاثة ناند جيتس. الثلاثة ناند جيتس هذول يا شباب بشتريهم بآي سي واحدة، وان آي سي. فرقت ولا ما فرقت؟ مزبوط تمام. أوكي إذن استخدام أحيانا الناند لوحدة أو النور لوحدة بوفر علينا. أوكي إضافة إلى أنه تصنيع الناند والنور من ناحية عدد الترانزستورات يا إخوان بيستهلك ترانزستورات أقل من الآند والأور. إذن يعني معظم الفانكشنز في الحياة العملية بيبنوها لما بيحطوها على انتجريتد سيركت، بيبنوا مايكرو بروسيسور ولا شيء، بيحاولوا يعملوا الفانكشنز باستخدام الناند جيتس أو النور جيتس عشان يخففوا من عدد الترانزستورات، وبالتالي يحطوا بالسنتيمتر المربع من الويفر من السيليكون ويفر أكبر كمية من الترانزستورات. وضحت؟ أوكي. الآن في شكل للنور، هذا النور إلها شكل مكافئ، هذه اللي هي X Y X or Y الكل برايم. الشكل المكافئ إلها إني أقول هذا عبارة عن ال X prime anded مع ال Y prime، يعني and بس ال inputs inverted، هاي X و Y، فهذا بنطيني X prime anded مع Y prime. إذن هذول شكلين متكافئات، أستطيع أن أضع هذا محل هذا وهذا محل هذا. أوكي الآن إذا عبرت عن function as a product of sum، لو قلت f is equal a or b added with c or d، هذا شكل product of sum. لما تيجي تبني تحتاج or gate و or gate أخرى، وبعدها بتحتاج and. لكن إذا عملت حطيت بابل هون وحطيت بابل هون وحطيت إقبالها بابل هون وبابل هون، إذا حطيت بابل لازم تحط بابل إقبالها لأنه هذا زي إنفرتر، لازم تحطوا إنفرترز وراء بعض عشان ما تغيرش الفانكشن. الآن هذا الشكل كما قلنا قبل شوية هو عبارة عن نور، وبالتالي صارت الدائرة هذا بقلب إلى نور جيت، وصارت الدائرة كلها باستخدام النور جيت. إذا بدك تعمل two level implementation للفانكشن باستخدام النور، عبر عن الفانكشن as a product of sum. وإذا بدك تعمله باستخدام الناند، عبر عن function as sum of product. واضح يا شباب؟ واضح دكتور. إذا إحنا لما نطلع على السوق ممكن ما نلاقيش نور، نلاقي ناند، فبقول طيب هيك في الحالة هاي يفضل إني أعبر عن function as sum of product. طلعت على السوق قال لي والله ما هو مش ضايل عندي ناند، ضايل عندي بس نور جيت، بقول له أوكي أعطيني نور جيت وأنا بعبر عن function as a product of sum وبعمله باستخدام النور ألون. أوكي يا شباب، إذا بنرجع إلى نعمل stop share ونرجع إلى السلايدات. دكتور الناند sum of product صح؟ إذا بدي ناند بعمل sum of product، طبعا. وإذا بدي نور بعمل product of sums. أوكي إذا هذا اللي شرحناه قبل شوية، هاي النط. أوكي طبعاً يعني هون شوية أنا بفضل أعمل هيك. أوكي وهذا أعمله هيك حتى يبين معنا أنه باستخدام
الناند جيتس بحصل على جميع الاحتمالات تبعات الأوبريشن، بحصل على النط وبحصل على الاند وبحصل على الاور. طيب كما قلنا في عندي شكل مكافئ للناند اللي هو الانفرت اور، وشكل مكافئ للنور اللي هو انفرت اند. اوكي الان نيجي للتو ليفل امبلمنتيشنز. كما قلنا اذا بدي اعبر عن فانكشن باستخدام ناند ناند ليفل اول ناند وليفل ثاني ناند، هذا المثال اللي عملناه قبل شويه، يفضل اني اعمله باستخدام صم برودكت الافضل عشان يكون تو ليفل، مش الافضل يعني، هو ضروري يعني، هو اذا بدك تو ليفل امبلمنتيشن لازم تعمله صم برودكت. فالطريقه انه انا ممكن اجي اقول اعمل كومبلمنت مرتين، ما عملت شيء، فهذا راح يصير عندي A B الكل برايم اوكي اندد وذ C D الكل برايم، وبعدين الكل برايم. فهذا الشكل عبارة عن ناند، وهذا الشكل another ناند، بعدين هاي معمولهم اندنج وكومبلمنت، معناته برضو في عندي اند هون، وهذا بيعطيني الـ AB or CD. واضح؟ هلو؟ أو أني باجي بقول الأريح اكتب الفونكشن مثل ما هو AB CD، وهذه عندي or، فما باجي بقول اوكي انا بدي احول الى ناند، فبحط هنا بابل، بحط بابل قبالها، وهنا بابل، وهنا بابل قبالها. الان هذا الشكل اللي هو انفرت اور عباره عن ناند، عباره عن ناند جيت، وبستبدل هذه الانفرت اور بناند، وصار عندي الشكل اللي هو قبالكم هون. واضح يا شباب؟ واضح دكتور. طيب في حدا عنده اي اسئله قبل ما ننهي؟ كم بقي من الوقت؟ ثلاث دقائق ضايل، خلينا نشوف. أوكي. هنا أعطانا مثال أخير، قال لك اعمل implementation للفانكشن F، أوكي، باستخدام الناند جيت. طبعاً بسطنا له sum of a product مثل ما إحنا شايفين، جمع عندي الأربعة هذول، ثم أخذ الاثنين هذول والاثنين هذول، فطلع عندي الإكسبريشن هذا as sum of a product. الآن بدك تعمله هذا، راح يكون في عندك x مع الواي برايم، نحن نفترض الكومبلمنت موجود، وفي عندي الاكس برايم مع الواي، وفي عندي الزد، وكلهم على or gate. ثم أجي قال حط لي هون بابل، وحط لي بابل قبالها، حط لي هون بابل، وحط لي بابل قبالها، وحط لي هون بابل، وحط لي على الزي كومبلمنت. وهذا الشكل عبارة عن ناند، وبالتالي طلع معنا الشكل هذا X Y برايم، X برايم Y، ولاحظ هون Z برايم صارت، لأنه البابل هاي لازم من قابلها هون أحط Z برايم. واضح يا شباب كيف عملناها؟ أوكي؟ هلو، واضح الأمور؟ طيب يا استودعكم الله، نراكم إن شاء الله في الحصة القادمة. الحصة القادمة اللي هي يوم الأربعاء، لساتنا على التوقيت العادي برمضان، بتصير الساعة قلنا قديش؟ ساعة ثنتين؟ طيب أنا بتأكد من الموضوع وببعث لكم إن شاء الله رسالة بالأمر. سلام دكتور سلام. امتحان الميد متى؟ والله أنا بستنى جواب على الاستدعاء اللي قدمناه على أساس يكون محوسب. ما نعملش محوسب من أن نضطر نعمل ورقي ونحجز قاعات وإلى آخره، وبعدين لكم إن شاء الله. دكتور. نعم. الله يعطيك العافية دكتور. عافيك. هسه بالنسبة للكويز اللي راح. نعم. في طلاب لأنه راح عليهم الكويز. والله يا سيدي راح أعمل كويز، راح أعمل كويز تعويضي في نهاية الفصل. زيادة يعني، واللي بيجيبه بيجيبه، واللي ما بيجيبه عاد شو أساوي.
تمام، الله يعطيك العافية، مشكور، على السلامة.